تعال نسوي أطيب ريوق فول حلبي على طريقتي. نجيب كاسة نخلي بيها كوب راش، نضيف لها 3 خواشيق من الزبادي ونحركها كل زين، نرجع نضيف لها مي ونحرك لها كل زين لحد ما توصل ويانا لهالقوام. نجيب ليمون ونعصرها ونخليها ويا الخليط ويا فص ثوم. لعبة الفول ونصفيها ونغسلها كل زين، ونجيب النجرية ونغليها لمدة 1 دقيقة. وراها نجيب خبز لبناني نقطع بالشكل هذا ونقرمشه. نجيب علبة حمص ونضرم شوية طماطة، نخلي رشة كمون على الخليط ونخلي شوية وياها ملح، نرجع نضيف الفول وياها ونقلبها كلش زين. نرجع وراها نجيب طبق نفرغها بالطبق ونعدلها، ونرجع وراها نخلي رشة كمون وزيت زيتون، أهم شي كثروا زيت زيتون، أطيب شي زيت زيتون. وراها حطوا هذا الخبز اللبناني اللي قسمناه ونضيف لها شوية حمص وبعدين الطماطة، وما أحكي لكم على الطعم يا محمد.